الحشرات من أكثر الكائنات انتشاراً في العالم، وقد تكون بعض تلك الحشرات قاتلة ومميتة للبشر. معظم تلك الحشرات الخطيرة تكون في أماكن بعيدة عن البشر، البعض الآخر يمكن أن يكون في المنازل. هذه الحشرات يمكن أن تقتلك بعضة واحدة فقط، مثل سراب النحل القاتل والعقارب السامة. وفي هذا المقطع سوف نقدم لكم بعض أخطر الحشرات في العالم، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الصلاة على النبي والإعجاب بالفيديو. كثيراً ما سمعنا عن عدد لا متناهي من الحيوانات والتي تصدرت قائمة أخطر كائنات مميتة في عالمنا، كالقرش الأبيض وأفعى الكوبرا وغيرها من الحيوانات المفترسة، ولكن يغيب عن معرفتنا العديد من الحشرات القاتلة أيضاً والتي تهدد الحياة البشرية. في عالم مليء بالغموض والخطر، تظهر الدبابير العملاقة كمخلوقات مرعبة ومميتة، يقال إنها تستمتع بمهاجمة الأطفال البريئة وعمال الحقول. في عام 2013 شهدت شانغهاي مأساة لا تنسى، حيث قتل حوالي 43 شخصاً وأصيب أكثر من 1000 آخرين جراء هجمات هذه الحشرات الشرسة. بعد تلك الحادثة المروعة، قامت السلطات برش المدينة بالمبيدات الحشرية للتخلص من أعشاش الدبابير العملاقة. تعمل هذه الحشرات عن طريق حقن سمها في جسم ضحاياها، مما يؤدي إلى تدمير خلايا الدم الحمراء وفشل الكليتين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب السم حالات حساسية مفرطة وحتى الموت. وقد ظهرت شراسة هجمة واحدة من تلك الحشرات على أحد العاملات، حيث تعرضت لهجوم عنيف من العشرات من الدبابير. حطت الدبابير على ساقيها ورأسها، مما حال دون قدرتها على التحرك أو الدفاع عن نفسها. تطلبت حالتها 3 أسابيع من الغسيل الكلوي، وتلقت العديد من الغرز لمعالجة الجروح. تتميز هذه الحشرات بأن حجمها مثل إبهام اليد، وتمتلك أسناناً سوداء قوية تستخدمها لقطع رؤوس ضحاياها. تضع الدبابير العملاقة بين 1000 و2000 بيضة خلال فصل التكاثر، وعادة ما تنجذب إلى الروائح الحلوة والكحول وعرق البشر، خاصة أثناء الجري والتعرق. من هذه الحشرات الدبور الآسيوي العملاق، والمعروف أيضاً بالدبور الياباني لكثرة انتشاره في اليابان، إذ أن حجم هذا الدبور يقارب حجم إبهام الإنسان البالغ، وأجنحته قد تصل في حجمها إلى حجم أجنحة بعض الطيور الطنانة، عوضاً عن قدرته على الطيران بسرعة فائقة تصل إلى 25 ميل، إذ أن قرصة واحدة من هذا الدبور العملاق كافية لأن تسبب الوفاة للضحية، بغض النظر عن مدى خبرة جسم الضحية بالتعامل مع السم المنتشر من هذه اللدغة. وتكمن خطورة سم الدبور الآسيوي العملاق بأنه يحتوي على مواد بروتينية قادرة على تحليل الخلايا في جسم الضحية والقضاء عليها تدريجياً حتى الوفاة. ويعتبر هذا الدبور العملاق سبباً رئيسياً في التسبب بالعديد من الوفيات في اليابان. البراغيث على الرغم من شيوعها قد تسبب فوضى تامة حالما تدخل منزلك. تتمتع هذه الآفات بقدرة قفز مذهلة، حيث يمكنها القفز لمسافة تصل إلى 8 بوصات، وهو ما يعادل حوالي 150 مرة طول ارتفاعها. هذه القدرة القفزية المذهلة تجعلها قادرة على التحرك بسرعة وسهولة. على الرغم من أن البراغيث لا تسبب ضرراً شديداً للبشر، إلا أن الحكة الشديدة التي تسببها قد تؤدي إلى العدوى. بالإضافة إلى ذلك، قد تسبب البراغيث ردود فعل تحسسية لدى الحيوانات الأليفة وفقر الدم نتيجة فقدان الدم الزائد. يبلغ العمر الأقصى للبراغيث حوالي 100 يوم، وفي الشهر 25 من حياتها يمكن للبراغيث التكاثر بشكل متسارع، حيث يمكن أن تصل أعدادها إلى 250,000. يمكن العثور على البراغيث على القطط والكلاب، ويمكن أيضاً أن تتواجد على الطيور والزواحف والثدييات الأخرى. العنكبوت الناسك البني. تعتبر العناكب الناسكة البنية من الكائنات الحية المثيرة للاهتمام، فهي تتمتع بخاصية الخجل والتردد في التعامل مع البشر، إلا أنها تمتلك بعض القدرات البارزة. عنكبوت النسك البني يمتلك قدرة فريدة على هضم اللحم الذي يتغذى عليه. يمتلك أنياباً قوية تستخدم لاختراق وتمزيق الفرائس، وهذه العملية المثيرة تسمى النخر. ومع ذلك يجب أن نلاحظ أن حالات تأثيرها على البشر نادرة جداً. في الحالات النادرة قد يعاني الأشخاص الذين تلامسهم العناكب الناسكة البنية من بعض الأعراض مثل التورم والاحمرار، وعادة ما تزول هذه الأعراض بشكل تلقائي خلال 3 أيام بدون الحاجة إلى تدخلات طبية. قد تسبب العناكب الناسكة البنية
أيضاً آلاماً متوسطة وقشعريرة وغثيان، بالإضافة إلى آلام المفاصل ونوبات نادرة. ولحسن الحظ فإن تلك العناكب تفضل الابتعاد عن المناطق السكنية المزدحمة. النمل الرصاصة، هذا الكائن الصغير يعد من أخطر أنواع النمل، حيث يتميز بسميته القوية وقدرته على التأثير على الجهاز العصبي المركزي للفرد المصاب. عند لدغة هذا النمل ينتاب جسدك ألم شديد ومرهق، ومن الحسن حظك أن سم هذا النمل غير قاتل وتأثيره ليس طويل الأمد، ولكنه يسبب ارتجافا عنيفا وزيادة في التعرق وزيادة في نبضات القلب. يتميز هذا النوع من النمل بحجمه الكبير، وعادة ما يتواجد في غابات الأمازون. ومن جانب آخر هناك حشرة الفساد المعروفة أيضا باسم البق. عند لسعة هذه الحشرة تترك بروزا مميتا، وربما يتسبب ذلك في مرض مزمن يتميز بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، ولا يوجد علاج لهذا المرض، وفي بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى تضخم القلب وتعب القولون. تجذب هذه الحشرات إلى ثاني أكسيد الكربون الذي يتنفسه البشر، وهذا هو السبب في تواجدها بشكل أكبر حول الفم. وتحدث اللدغات عادة في الليل، ويقال إنها تسبب تأثيرا مخدرا على المنطقة الملدوغة لدرجة أنك قد لا تشعر بها عند تعرضك للدغة، بينما يتم استخدام رذاذ البعوض بشكل فعال كوسيلة للوقاية. يمكن لهذه الحشرات اختراق المنازل من خلال أي فتحة متاحة، لذا فإنه يسهل دخولها عن طريق شقوق الأبواب وغيرها من الممرات. في عالم الحشرات المثير يوجد نحل خطير يعرف بالنحل القاتل. هذا النحل قد يكون عدوانياً للغاية، ويمتلك لدغة مميتة يمكنها أن تتسبب في وفاة البشر. لقد أودى بحياة ما يصل إلى 1000 شخص على مر السنين، ومن المثير للقلق أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للخطر من هذا النوع من النحل، حيث أنهم غالباً ما يكونون غير قادرين على الهروب من هجماته. النحل القاتل يطارد ضحاياه لمسافة تصل إلى 1/4 ميل، مما يجعل الفرار منه تحدياً كبيراً. واللافت أن السم الذي يحتويه لسعات هذا النحل ليس فقط قوياً، ولكن اللدغات المتعددة تعني أيضاً جرعة أكبر من السم تدخل الجسم، مما يجعلها مميتة بالنسبة للبشر. يمكن العثور على هذا النحل بسهولة بالقرب من المناطق التي يتواجد فيها البشر، وعلى الرغم من ذلك يتم تهييج هذا النحل بسبب الضوضاء ونباح الكلاب، مما يزيد من احتمالية هجماته. إذا تعرضت لأي هجوم من هذا النحل فإن الخيار الأفضل هو الركض بأسرع ما يمكن قبل أن يصل إليك. وهناك حشرة مثيرة للاهتمام تعرف بحشرة الماء العملاقة، التي توجد في مناطق مختلفة من العالم بما في ذلك أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وشمال أستراليا. تتواجد هذه الحشرة فقط بالقرب من مصدر الماء. تتميز حشرة الماء العملاقة بقدرتها على افتراس الأسماك والضفادع الصغيرة والبرمائيات. حتى السلاحف الصغيرة ليست آمنة من هجماتها، وعلى الرغم من اسمها المخيف إلا أنها ليست قاتلة بالمعنى الحرفي، ولكنها تسبب الألم للبشر. تتميز حشرة الماء العملاقة بوجود العديد من الأرجل الصغيرة، وتستخدمها لاختراق فرائسها مثل الذباب وغيرها من الحشرات. بالإضافة إلى ذلك تقوم بحقن السم لإخضاع فرائسها.